بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض شرح برنامج أوتوكاد 2024، الكورس اللي احنا ابتديناه مع بعض، وهشرح النهاردة أهم الأوامر اللي موجودة في الأبعاد علشان تسرع لي في عملية أخذ الدايمنشن أو أبعاد أي رسمة أنا عايزاها. أول حاجة هتكلم عنها النهاردة اللي هي أوبليك دايمنشن. أنا هاجي هنا أخد البعد ده كده بالشكل ده. ايه اللي لاحظناه؟ لاحظنا ان الاكستنشن لاين اللي هي الخطوط الصفراء اللي عندي دي خطوط بزاويه قائمه زي ما احنا شايفين كده، اللي هي 90 درجه. انا عايزه اعمل البعد ده بنفس ميل الخطوط اللي موجوده في الشكل اللي هنا. اعمل الكلام ده ازاي؟ بكتب تحت هنا دايم ايديت بالشكل ده، واجي اختار اوبليك اللي هي هنا، تمام؟ بدوس عليها او ان انا بختارها من القائمة اللي ظهرت لي دي اهي اوبليك. طيب انا هدوس على اوبليك كده واجي اختار الدايمنشن اللي انا عايزة اعمل له ميل او اعمل له اوبليك، بدوس عليه بالشكل ده، تمام؟ وادوس بيمين الماوس انتر، والزاوية اللي انا هغير بيها او زاوية الميل عندي هنا اهي 60، بكتب 60 وادوس انتر، على طول عمله لي بزاوية 60 وعمل لي الدايمنشن بنفس الميل. هنيجي بقى على تاني حاجة عندي من الأوامر المهمة في الأبعاد اللي هو الكويك دايمنشن. كويك دايمنشن لو أنا جيت هنا قلت له كيو دايم اللي هي الخصار بتاعها كيو دايم ودوست انتر، تمام، واخترت البولي لاين اللي أنا رسمها ده. بولي لاين فيه خطوط وفيه كيرفات وأنا اخترته بالشكل ده كده، ودوست بيمين الماوس انتر، ظهر لي زي ما احنا شايفين الدايمنشن أهو كده أو كده زي ما أنا عايز. طيب أنا أول حاجة هقولها اللي هي البيز لاين، اختار البيز لاين. لما اجي اعمله بيز لاين بيعمل ازاي؟ بيعمل لي الدايمنشن بالشكل اللي احنا شايفين ده، شايفين؟ يبقى ده البيز لاين. ممكن احنا نعمل الدايمنشن وده دايمنشن سريع للشكل كله، تمام. طيب في عندي حاجه تانية، انا هاجي اقول له اندو واجي اقول له كيو دايم ونعمل شكل تاني الدايمنشن واختار البولي لاين، واجي هنا اختار الراديوس. انا عندي هنا في كيرفات زي ما احنا شايفين، على طول بيختار الكيرفات اللي موجوده في البول لاين ويحدد لي الراديوس بتاعها. طيب اقول له اندو وبعدين اقول له كيو دايم تاني وبعدين انتر واختار البولي لاين، وعندي هنا ممكن برضو ان انا اختار الدايمتر، عمل لي الدايمتر بتاعها، يبقى مره عمل لي الراديوس ومره عمل لي الدايمتر. طيب هقول له كيو دايم بدوس انتر واختار البولي لاين، واجي هنا اعمل له اوردينيت اهو، بدوس عليه بالشكل ده كده، واجي نشوف شكله يبقى عامل ازاي. هنيجي مثلا ناخد الابعاد دي اهي، شايفين عمله لي بشكل اوردينيت بالشكل ده كده. يبقى كويك دايمنشن بيديني الابعاد السريعه للرسمه اللي عندي وفي نفس الوقت باشكال مختلفه. هنقول له كيو دايم تاني اهي، واجي اختار بولي لاين، وبعدين اجي اقول له مثلا اعمله لي كونتينيو اهو، هنشوف شكله عامل ازاي اهو بالشكل اللي احنا شايفينه. يبقى ده ميزه امر كويك دايمنشن. اخر حاجه اتكلم عنها اللي هو التعديل السريع على الابعاد. انا لو وقفت على البعد ده كده هيظهر لي مربعات زي ما احنا شايفين. انا لو وقفت على اي مربع من المربعات دي اهي بيظهر لي التعديل عليها، اما بعمل لها ستريتش او كونتينيو دايمنشن او بيز لاين دايمنشن او فليب ار، تمام. طيب انا هقول له ستريتش اهو، شايفين؟ ممكن ان انا ابعد البعد كده اعمل له ستريتش بالشكل ده كده، تمام. طيب لو وقفت تاني كده عايز اقول له كونتينيو دايمنشن اهو، انا مثلا عندي نقطه هنا عايز اعمل كونتينيو دايمنشن بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده، خلاص. طيب وممكن ان انا اقف عليها تاني واقول له بيز لاين دايمنشن اهي، بقى من النقطه دي من اول البعد انا عايزه مثلا اعمل لحد هنا، انا بعمل بيز لاين. طيب طبعا لو عندي خطوط هنا بنكمل، تمام. طيب انا لو جيت وقفت تاني كده وقلت له فليب ارو هيحصل ايه؟ الارو اتقلب زي ما احنا شايفين اهو، هجربها لكم تاني عشان تشوفوها اكتر. انا عندي الارو اهو، وجيت وقفت على دي وجيت وقفت كده قلت له فليب ارو اهو اتعكس. يبقى ده التعديل السريع على الدايمنشن.
بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.